استاذ سمير دايما يعني على طول هتلاقي الاستاذ عصام ضيوفي لسه هيتكلموا، لكن احنا بدانا بالدكتوره هدى لان قالت المعايير. يعني استاذ عصام شايف ان دي حصه، يعني حصه تربيه وطنيه او حصه ارشاد، يعني حصه تربيه وطنيه انا بقولها، يعني هل محتاجين ده حمايه للمجتمع؟ لانك كمان لما بتقيم دعوة قضائيه بتقيمها تعالوا نحمي المجتمع ونحمي القيم والمبادئ. يعني أنا أقول لحضرتك مجموعة التوصيات دي أنا بعتبرها طبق سلطة. هي نفسها. طبق سلطة، التوصيات دي كلها وخسارة الوقت اللي هم ضيعوه فيها. وقعدوا بيتكلموا على حاجات مفترض إنها تحصل. مش عايزة درس. يعني بيفترض إنكم تعملوا كده. طيب، التوصيات دي ولو ما عملناش كده مفيش حاجة. مفيش جزاء. ولذا كان كنت اتمنى ان التوصيات الاول تبدا بتعريف الابتكار والاسفاف، الفن والسفاله، الفرق بين الاثنين، عشان ما نجيش انا اقول عمل فني وده يعتبر ابتكار ودول بقى الفرقه اللي قاعده دي طيور الظلام وقاصفي الاقلام، عشان ما وافقوش على واحده تطلع عاهره، ما وافقوش ان واحده قاعده تحشش طب كويس في عز رمضان. فاحنا ما دام ما وافقناش على كده نبقى مجموعه من طيور الظلام. هو بيتكلم بيقول لك ايه؟ ان العيب في المدرسه. فما حميده في سؤال المدى هي سابت البلد، سابت البيت وسابت الحي، كل ده كان بيقدم بطريقه فيها نوع من الفن. اللي بيقدم دلوقتي نوع من الاسفاف. يعني أنا بعتبر اللي بيتكلموه ده اللي مكتوب التوصيات دي هي زي بالمهرجانات اللي عيال بتطلع عمالة تعمل لي كده وتعمل كده. يا سلام، ده فن ولا في فن؟ يعني في زي برضو بكرر لحضرتك، في حالة مخالفة ده هتعملوا إيه؟ اتكلم من غير ما تشاور عليا. هو الورق ده لا معلش، يعني لا استخدمت استخدمت إيدك طول الوقت في اتجاهي مع التوصيات اللي مع حضرتك. التوصيات أهي عايزها يعني لا لا حضرتك ما تزعليش، هذه التوصيات لا ما فيش حد يقدر يزعل. هو مؤيدة، لكن هو شايف إنها يجب انها تكون موجوده ويكون منصوص بالعقاب لكل من لا يلتزم بها. برضه مش هناخدها بلغه العقاب. أيوة. لان العقاب في الاعمال المسفه اللي احنا بنشوفها دلوقتي موجود في قانون العقوبات. صحيح. انت بتحط معايير، عمال تقول لهم طب هل انت حطيت هنا من ضمن المعايير ان احنا البلد في حاله حرب؟ أيوة. وعندنا كميه من الشهداء من ابنائنا والضباط والجنود. بالنص. أجانا نطلع تمثيلية بعد الفطار كلها قلة أدب وكلها الفخد والورك والصدر، أطلعها أنا وفي واحد عنده أسرته، يعني عندها شهيد طفل يتيم، أب فقد ابنه، امرأة فقدت زوجها، المفروض أراعي مشاعر الناس دي؟ فلما تيجي تقول لي إن التعليم هو اللي بوظ، لا، اللي بيعمله البيت الشاشة هي اللي بوظته. الشاشة طول ما العيل قاعد قدام الشاشة، الشاشة أخطر من التعليم بمراحل. اللي انت بتعمله كأب واللي بيعمله التعليم بيرجع يفتح التلفزيون يلاقي حاجات تانية خالص، قصص تانية خالص. العب يلا، ارقص يلا، نط يلا، عمليات بقى الأحضان والبوس وكل المناظر دي العيل بيشوف الكلام ده. نرجع تاني للي احنا بنقوله كل سنة. طب انت مش عاجبك اقلب. اقلب ازاي وانت داخل عندي؟ اقلب يعني معناها هكرشك، تمام؟ ولو قلبت هروح فين؟ الحلقه اللي بعديها انيل والحلقه اللي بعديها انيل. طول ما انت ماشي لحد ما توصل لزيرو كله زي بعضه. فاصبح النهارده الاتجار بالاسفاف وقله الادب هو ده اساس المسلسلات. طيب. والعديد من الافلام. استاذ محمد قبل ما اسالك استاذ عصام عشان بس هو علق لك، ما عندك تعليق على ده؟ طبعا طبعا مش عارف والله، يعني طبعا اللي بيحكم، انا هقول تعليق واحد بس. أيوة. اللي بيقيم العمل اذا كان هو عمل فني جيد ام عمل مسف، الناس اللي هي شغلتها تقيم الاعمال الفنيه، المتفرج اللي يقول قدام ولاده اقفل التلفزيون، اقفل القرف ده، تمام؟ طيب او هعمل زيه اروح على قناه تانية. لو المتفرج هو اللي بيحكم، فالمتفرج يقفل التلفزيون بس او يغير القناه، تمام؟
انا في كمان حاجه تانية اخطر من التلفزيون موجوده في كل بيت والناس ما بتتكلمش فيها. النت يعني النت والايباد والايفون يعني كله. هو 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 ده نقدر نعمل عليه توجيه او رقابه؟ ما نقدرش نعمل عليه توجيه. ما انت بتحط فيه نفس الحاجه. يبقى اذن المشكله مش في المحتويات اللي موجوده على الانترنت او في التلفزيونات، ولكن المشكله في عقل من يستخدم هذه الادوات. ايوه ده اللي لازم تربيته. صحيح. انه يقدر هو انك تحصنه يعني وتربيه نفسه وهو يختار يتفرج على ايه. لكن فكره ان انا اتحكم في المحتوى بتاع التلفزيون او بتاع الانترنت دي فكره عبثيه ومستحيله. مستحيله مستحيله مستحيله. وهتدفع معايير والاستاذ سمير قضايا. أيوة. وهتدفع المشاهد طول الوقت لانه يدور على بدائل. انت لو فاكر السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها لما ابتدوا يقطعوا من المسلسلات في نص الشهر، الناس بطلت تتفرج على التلفزيون وبقت تتفرج على النسخه الكامله على اليوتيوب. طبعا. فانت اي محاولات النسخه الكامله وكده لانه هو ما عارف ان المسلسل متقطع منه فبتفرج عليه كامل على اليوتيوب. فطول ما انت بتطارد المشاهد وتقول له انا همنع انا هوجه، هيروح يدور على بدائل. ان انت الصح ان انت تتوجه. أيوة. للمشاهد نفسه بتثقيفه وتربيته. جميل. انه يقدر هو يتفرج بحيث ان الاسفاف ده يعني زي بالظبط جهاز الكمبيوتر او التابلت او التليفون اللي موجود في ايد كل مواطن. هو بيتحكم في نفسه هو يتفرج على ايه وما يتفرجش على ايه. اشمعنى بيجي عند التلفزيون ويبقى يعني بلا حول ولا قوه. استاذ محمد يعني هنا تسيب المشاهد استاذ سمير وغير المحطه وغير ما ريموت احنا قلناه انت معاك ريموت وغير. فلما تيجي تقول لي الموبايل والايباد والانترنت برضه هو انت بتروح لهم ليه؟ ما هو انت نفس الماده دي حاططها لي في كل عفريت، يعني في كل ركن هتطلع عفريت. تفتح الايباد تلاقي فيه القرف ده، تفتح اللابتوب تلاقي فيه القرف ده، تفتح الانترنت تلاقي. طيب. هو ده نفس المنتج استاذ محمد.